تصدرت كامالا هاريس قائمة المتنافسين على نيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد انسحاب الرئيس الحالي جو بايدن، حيث تعد رأس حربة الديمقراطيين لخوض غمار المنافسة الشرسة مع دونالد ترامب. ورغم تزكية بايدن لنائبته كامالا هاريس التي يرى فيها أفضل من يستطيع أن ينافس دونالد ترامب، لكن الحزب الديمقراطي لم يحسم هذا الأمر بعد، حيث لا يخلو طريقها للترشيح من بعض العقبات. وتغيرت عملياً أغلب تحديات الحملة الانتخابية برحيل بايدن والورقة الرئيسية التي استخدمها ترامب منذ بداية الحملة، والخاصة بصحة بايدن وتقدمه في العمر، حيث لم تعد في يده الآن ومن الممكن أن تصبح ورقة ضده بيد الديمقراطيين، وذلك لأن ترامب البالغ من العمر 78 عاماً يواجه منافسة في 59 من العمر. وبدأت حملة الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب ونائبه جي دي فانز بإجراء تغييرات تكتيكية كبيرة لتحويل الهجمات نحو كامالا هاريس، حيث تشير التصريحات الأولية من حملة ترامب إلى أن الفوز على كامالا هاريس أسهل من الفوز على الرئيس بايدن، وأن تغييرات الديمقراطيين بعد انسحاب بايدن لن يغير من قدرات الرئيس ترامب على الفوز بالانتخابات الرئاسية القادمة. وتعد كامالا هاريس أول امرأة أمريكية تنحدر من أصول آسيوية أفريقية تحاول الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، مما يعني أنها يمكن أن تعيد إلى المعسكر الديمقراطي جزءاً هاماً من الناخبين من أصول أفريقية والذين هجروا الحزب إلى تأييد أحزاب أخرى بما في ذلك الحزب الجمهوري.